صديقاتي أصدقائي الكرام، الحقيقة ما ترددت أبداً أني بهالفيديو هيدا أتوجه لكم بكل محبة وكل فرح والموضوع يكون اللقاء اللي كانوا عم يتابعوا 3 مليار عالم بالمساء امبارح المساء، اللي كان بين ريال مدريد وليفربول. واللفت النظر أول شيء بلفت النظر بهذا اللقاء إنه بطل ليفربول محمد صلاح من شعبنا المصري الحبيب وهو عربي، وبطل بدون منازع بريال مدريد فريق ريال مدريد هو الفرنسي ولكن الأصول جزائرية، ونفتخر نقول إنه عربي الأصل وهو بنزيما. وعلى قدر ما هو قوي بنزيما بريال مدريد، على قدر ما هو قوي بفريق فرنسا، وكان أحد العناصر المهمة اللي خلت فرنسا توصل لقطر بكأس العالم بقطر. وأما محمد صلاح فقلوب مئات الملايين بتهفله لأنه صار أسطورة في نفوس كل الشباب. هيدي المفارقة الأولى، يعني كانت مجابهة ما بين فريقين اثنينهم بحبون، واثنين كمان اللاعبين العربيين كمان اثنينهم بحبون على نفس المستوى، هي عين وهي أختة. أما التفاصيل هاللقاء التاريخي اللي انتصر فيه بالأخير ريال مدريد، لا شك إنه كلمة السر الأولى بنجاح ريال مدريد هو الإعجاز اللي ظهر فيه حارس المرمى البلجيكي كورتوا، يعني كان وكأنه صد منيع ممنوع أي شغلة تفوتها بهالهذا، وخاصة صد أقلها 3 كرات شبه محققة مع أي حارس آخر لا يرتقي لمستوى كورتوا، وهني كانوا 3 بحد ذاتهم من محمد صلاح، لأنه محمد صلاح بانسجام رائع مع اللاعب العظيم كمان ماني السنغالي بليفربول، كان في تبادل كرات كتير عظيمة وصلتهم كذا مرة لحد المرمى. أما كان صد المنيع اللي لا يمكن اختراقه كان كورتوا البلجيكي، وكان هو حجر الراح مع ريال مدريد. الشغل الثاني اللي لفتت النظر لقاء بين مدرستين، لقاء ليفربول وريال مدريد، مدرسة أنشيلوتي الإيطالي بريال مدريد ومدرسة المدرب الألماني بليفربول. الحقيقة رأته اسمه عن مع أنه الليل النهار على طول نذكره. لا شك أنه الشيء اللي طبع هذه المباراة أنه الهدف الأول اللي جابه بنزيما بليفربول ألغي. هلق أنا كمان دايلهم بحبهم، بقلنا أنا ابتديت حديث ريال مدريد بإسبانيا بحبه، ليفربول بإنجلترا بحبه، اللعب الحلو هي الأساس. ولكن الحقيقة كمان كتير مهمة أنه بمعية أكترية الحكام واللي علق على المباراة واللي كانوا بالتيم اللي تيمورك اللي موجود للإحاطة بمباراة والتعقيب عليها كلهم أجمعوا أنه كان حقيقي وألغي هذا الهدف. أما بالدقيقة 59 فكانت الحركة اللي غيرت كل موازين المعركة، لأن كان ليفربول بأول هاف تايم شبه مسيطر. أما بالحق بالدقيقة 59 تفاجأنا باس رائع من بنزيما إلى فينيسيوس جونيور البرازيلي، ومن خلال هالباس الباس اللي هو إعجازي جاب فينيسيوس البرازيلي الجول لريال مدريد، وصارت النتيجة بالدقيقة 59 1-0 لصالح ريال مدريد. وهون بلشت المعاناة الكبيرة حتى نوصل للدقائق الأخيرة، وكانت النتيجة حقيقة هارد لك لليفربول، وألف مبروك لكل الناس اللي بتحب
ريال مدريد، حبيت احط الفيديو هيك بشكل توثيقي، ولكن مع ملاحظه من اول مره، مش اول مره هي، ولكن مشجعي ليفربول يعني اخروا المباراه تقريبا بحدود ال 36 دقيقه، لانه كان في هجوم صاعق على الـ على الـ على البوابات من الخارج. وما بعرف، في ناس بيقولوا انه الاكثريه الجمهور في كتار بيشربوا بيره قبل ما يفوتوا على الملعب، لذلك ياما حوادث صايره بالملاعب الانجليزيه والفرنسيه والالمانيه والاسبانيه. يعني على فكره فاتني قول، قولوا انه كمان بالمانيا بشجع بايرن ميونخ، بتمنى انه تكونوا يعني كانت مباراه للعمر وراح تبقى بذاكره كل من يشجع ريال مدريد للابد، وهارد لك لكل من يشجع ليفربول، اثنين فريقين عظيمين. ان شاء الله يا ربكم وصلت الرساله بطريقه سلسه وحلوه، وتترك هيك اثر راحه استراحه رياضيه جميله نهار احد. شكرا جزيلا ويعطيكم الف عافيه.